أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج لبنان اليوم. على وقع السجالات اللبنانية الداخلية والتخبط السياسي حول الملف الرئاسي والمواقف المؤيدة والرافضة لدعوة الرئيس نبيه بري للحوار، انعقد الاجتماع الوزاري لدول اللجنة الخماسية المتعلق بالملف الرئاسي في نيويورك، والذي يعلق عليه لبنان آمالا في أو لإنضاج الاستحقاق الرئاسي رغم أنه لم يصدر أي بيان عن الاجتماع. في وقت لا زال لبنان يعيش حالة انتظار ما يجري من تطورات في الخارج والتي يمكن أن تنعكس إيجابا على لبنان، منها اجتماعات اليمن في الرياض وانتظار مفاعيل الصفقة الأمريكية الإيرانية التي أفضت إلى تبادل أسرى بين البلدين وغيرها من التطورات. طبعا كل هذه الملفات اللبنانية إضافة إلى الملفات العربية والدولية نبحثها مع الصحفي أو الكاتب السياسي في معنا في برنامج لبنان اليوم أستاذ حسن الدر. صباح الخير استاذ حسن. صباح النور لكل المشاهدين. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. بدايه من الاجتماع اللجنه الخماسيه اللي انعقد بالامس، هل رشحت اي ايجابيات معطيات ايجابيه حول هيدا الاجتماع اللي انعقد على مستوى وزراء الخارجيه؟ و فينا نقول ليش ما في بيان كان صدر عن هذا الاجتماع؟ هلا خلينا نشوف اللي صدر عن البيان او اللي سرب لنقل بالصحف ونقل وإضافة لبعض الكلمات اللي كانت بالأمم المتحدة على منبر الأمم المتحدة، لأنه كلنا بنعرف هذه ربطة كلها ببعض لنحاول ناخذ خلاصة أو صورة عما يجري وعن تطور الملف اللبناني بالنسبة للدول المعنية بلبنان. كان ملفت، هلأ ما في بيان فما فينا نتنبأ، ما في كان حدا قاعد معهم، ما بنعمل مثل البعض نطلع نحكي كأنه كنا قاعدين حد اللي كانوا مجتمعين، وهو الاجتماع مثل ما واضح بدون بيان في له دلالات. هل هو يعني عدم صدور بيان جديد هو يعني أنه الاكتفاء بالبيان السابق اللي صدر بعد اجتماع الدوحة؟ ها تفسير. هل أيضا لأنه كمان من ضمن الصدر أو اللي من ضمن اللي قيل أنه تم عرض مبادرة الرئيس بري، ما هو أصل هذا الاجتماع للاستماع إلى لودريان بعد جولته الثالثة على لبنان وبعد ما عمل حصيلة أيضا مشاورات مع القوى اللبنانية. وكان ملفت أول ما وصل والتقى الرئيس بري تبني لمبادرة الرئيس نبيه بري وشدد على ضرورة الحوار 3 مرات، وأيضا ما صدر عن المندوبة الأمريكية أو غيره كمان كان عم يحكي عن حوار، وحتى قالوا إذا كلمة حوار تستفز نقاش تشاور إلى آخره. فإذا هذا كمان، هل ما صدر بيان تبني لما قاله لودريان وبما أنه عرضت مبادرة رئيس بري؟ هذا كله ببين بعد عودة لودريان إلى لبنان ومتوقع بداية الشهر القادم أو أواخر الشهر، ما في كمان ما في موعد ما فينا نحسم، ولكن بالأسابيع القادمة. بعد ربط أنه ما في بيان، يعني كان في هناك تباينات أقل بين الدول يعني المشاركة بهذا الاجتماع، وكأنه نقل الخلاف الداخلي اللبناني ونقلنا العدوى إلى داخل اللجنة الخماسية اللي عم تتابع الملف الرئاسي. قلنا في هذا السيناريو هذا الاحتمال ممكن يكون هيك، ولكن لا يبدو أنه هالقد في الخلاف لدرجة ما بينزل بيان. كان بينزل بيان بأكد على الثوابت. كي دائما عم بيكون في تباينات لسيما بين الموقف الأمريكي والموقف الفرنسي كمان، ما يعني حسب ما قيل لا، ما الفرنسي بالآخر إجا عم بيحكي بنفس الخماسية بناء على اللي صار بالدوحة. خلينا نكمل المشهد بالإذن، لأنه كمان كان ملفت كلام أمير قطر لما حكى عن أنه لبنان لم يعد يحتمل أن هناك انهيار كامل للمؤسسات ولابد من انتخاب رئيس الجمهورية. نعم. أيضا هذا لأنه ربطا بالموفد القطري اللي كان مفروض يوصل إلى لبنان وتأجلت زيارته حسب ما عرفت 15 إلى لبنان. نعم. وقيل كثير من الكلام أنه في مبادرة جديدة أو طرح جديد أو استبدال ربما، يمكن استكمال، ليش بده يكون استبدال؟ كله عم بيكمل بعضه. لما طرح رئيس بري مبادرته طلع أصوات بلبنان كأنه قطع الطريق على لودريان وأنه رئيس بري يريد انهاء يعني او تشويش على المبادره الخماسيه، طلع بالعكس، طلع عم بمهد الطريق للودريان من اجل يسهل مهمته، وهذا ما قاله لودريان بلسانه. فلا، مش بالضروره يكون القطري بده يحل محل الفرنسي، في يكون القطري ايضا رديف ومساعد ودافع الى جانب الفرنسي. وايضا لما نقول القطري كمان ربطا، القطري عامل انجاز دبلوماسي كبير بالتسوية أو الاتفاق اللي صار بين طهران
وواشنطن بموضوع تبادل الأسرى والإفراج عن 6 مليار دولار. صحيح. وكله عبر قطر وبالتواصل مع قطر. طيب هلأ نرجع لورا كمان، لما كان وزير خارجية إيران في لبنان بالتزامن مع وجود هوكشتاين بلبنان، هل حصل شيء ما في لبنان في هذه الفترة أو أقليميا سينعكس إيجابا في لبنان؟ وما ننسى الوفد الحوثي الذي غادر الرياض أمس أنصار الله إلى يعني عاد إلى اليمن إلى صنعاء من أجل التشاور مع القيادة، كما نقلت صحيفة الشرق الأوسط ونقل عن الوفد، نقلت عن الوفد أن الأجواء إيجابية جدا. فإذا في حراك يمني سعودي يبدو أنه إيجابي ومتقدم، وفي إنجاز اتفاق إيراني أمريكي أيضا، وأيضا كلام الرئيس الإيراني السيد إبراهيم الرئيسي لما دعا واشنطن إلى التحلي بشجاعة العودة إلى الاتفاق النووي لتوقع عام 2015. هلأ بديش كن مفرط بالتفاؤل، ولكن هذا اللي شفناه مبارح واللي سمعناه من عدة قوى أساسية عالميا وإقليميا مؤثرة في لبنان وتعمل في الملف اللبناني، يبدو أن هناك شيء ما يتحضر، أو إن كان مبادرة جديدة، إن كان دفع جديد للمبادرة القديمة، إن كان تسهيل، تتلاقى كلها مع كلام دولة الرئيس نبيه بري اللي قال أنه سيدعو للحوار بأوائل تشرين. هل في هذه المعطيات، لأنه مثل ما الكل بيعرف عين التين هي المصفات التي تلتقي عند كل المعلومات وكل المعطيات. نحكي بموضوع دعوة الرئيس بري إلى الحوار، إذا بدنا نفند شوي هيك موضوع المفاد، إن كان سواء كان المفاد الفرنسي أو المفاد القطري اللي بده يتابع اليوم نقاش وملف اللبناني، يعني حكما سيكون بده ياخذ موافقة اللجنة الخماسية. يعني هل ممكن المفاد القطري يحظى اليوم بموافقة أو بدعم أمريكي، ربما أمريكي أو سعودي بدل الفرنسي؟ الفرنسي شو كان عم يعمل؟ شو الدور اللي عم يعمل؟ ما كان عم ينقل وجهات نظر. وبعدين الاجتماع الفرنسي السعودي بلبنان، يعني لودريان مع سفير البخاري مع نواب السنة، ليش يعني هذا ليس ألا يعتبر تفويض أو رضا سعودي على المهمة أو الدور الذي يقوم به لودريان؟ بعدين كثير نحكى عن المبادرة الفرنسية وكبروا كلمة مبادرة. الفرنسي كان عم يطرح أفكار، طرح فكرة أنه رئيس للجمهورية من طرف ورئيس حكومة من طرف آخر، قامت لقيامة. طيب وفي كتار يلومون، تنذكر هذا الخطاب السياسي اللبناني المعارض للثنائي وحلفائه، شو عم بيلوموا الفرنسي؟ عم بيلوموا الفرنسي أنه تبنى مرشح. طب هن هلا عم بيطبلوا، هو داعم يعني مواقف الثنائي الشيعي، هن عم بيطبلوا ويزمروا هلا للموفد القطري انه جاي يسوق لقائد الجيش. يعني ليش انت هون مسموح له القطري مثلا؟ انا عم بنتقد انه مش لانه القطري بعد ما سمعناه اصلا، يعني من اشهر بعد عم نشوف ليش بعد هذه لهذه الازدواجيه. انه اذا الفرنسي كان عنده وجهه نظر متبني مرشح بتقوم لقيامه، واذا القطري عنده مرشح منزقف له ومنبسط فيه. الفكره اللي بدي اقولها، القطري لم يصل بعد حتى نسمع أو نعرف ماذا يريد. وأنا بآخر مقال عن الرئيس بري، وده الرئيس نبيه بري اللي هو أكثر حدا عنده تواصل بهذا الملف على الأقل بهذه المرحلة، عندما سئل عن موضوع القطر قال ليجي بنعرف شو حاملين من طرح ومن مبادرة. المفروض آخر شهر هيدا الجاري أيلول تأجل، ربما ربطوه بعودة لودريان. وأيضا برجع بقول لك بدعوة الرئيس نبيه بري إلى الحوار بأوائل تشرين، ما قالش أول تشرين عشان تكون واضحة، بأوائل كأن تشرين. كأن الملفات كلها اللي كانت كأنه أنا اللي بيقولوا كلها تأجلت إلى أوائل تشرين. وما ننسى واللبنانيين اللبنانيون كلهم ما ينسوا، في منصة غاز ونفط عم تحفر بالبلوك رقم 9، وفي كثير معطيات واجواء ايجابيه عن الكميات وما الى ذلك، وعم توصل تباعا من شركه توتال الى المعنيين. هل يعقل او هل يمكن ان نتوقع او نتامل، لانه كلنا بنعرف انه لازم خلال شهر وعشرة ايام 50 يوم حسب ما كان انه يبلش تطلع النتائج؟ صحيح. طب هل هي الفتره لازم يكون في رئيس الجمهوريه؟ اذا كانت دراسات والاكتشافات او الحفر بدل على كميات تجاريه كبيره، لانه في اشارتين كمان مهمين نقل عن السفير السعودي امبارح، قال انه المملكه العربيه السعوديه ستساعد لبنان بعد انتخاب رئيس الجمهوريه، وهذا كلام ما كنا نسمعه قبل هيك. كنا نسمع انه في حزمه اصلاحات، كنا نسمع انه منشوف الرئيس المنتخب بغض النظر شو اسمه منشوف ادائه، ولكن السفير عم بيقول حسب ما نقل عنه نقلتها الام تي في انه بعد ما ينتخب رئيس جمهوريه من ساعد لبنان. وفي كلام ايضا لنقل
عن الأمريكيين أمس نولاند قالت إنه لا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية لن أو لا يمكن أن تستمر بدعم الجيش اللبناني ما دامت الأزمة السياسية. هذا شو؟ يعني هيك كأنه ترغيب من جهة وترهيب من جهة. ها هو حظ للبنانيين، تشجيع للبنانيين من جهة للإضاءة على الخطورة الكبيرة. شو يعني معش نقدر ندعم الجيش؟ الكل بيعرف وطلع بإحدى الصحف، بغض النظر بالأسلوب اللي طلعت فيه، ولكن بإحدى الصحف الجيش اللبناني، عناصر الجيش اللبناني، واحد من الأمور اللي مساعدتهم على البقاء بخدمتهم هي $100 اللي بياخدوها آخر شهر بدعم خارجي. صحيح. طيب إذا توقف هذا الدعم، هل تهدد أو تلوح أو تضغط الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تسرعوا بانتخاب رئيس الجمهورية وإعادة إنتاج السلطة وانتظام المؤسسات؟ نحن رايحين على مكان يمكن أنه تتفكك، مثل عم تفكك كل المؤسسات، تتفكك المؤسسة العسكرية لا سمح الله. هذه نقطة. ونقطة تانية، هل المملكة العربية السعودية أيضا من باب الحظ والتشجيع والتحفيز أنه روح انتخبوا رئيس لنبلش برنامج مساعدات وإعادة تواصل مثل على ما كان عليه لبنان قبل 2019؟ هذه كلها أسئلة، كلها معطيات بحاجة إلى يعني شوية وقت للجواب عليها. بعد الجو كأنه يعني الأفق مسدود، الملف الرئاسي يروح مكانك، التأجيل إلى ما هنالك تأجيل، اليوم تأجيل يعني عودة يعني لدريون إلى تشرين وغير المفاد القطري أيضا، ودعوة الرئيس بري اللي كان مفترض تصير بأيلول قالوا بنصف الشهر رجعت أجل آخر الشهر رجعت تشرين. هذا بدل أنه بعد ما في تسوية، يعني ما نضجت الأمور، كأنه نحن يعني رايحين بعد على فراغ رئاسي طويل مثل ما اتفقنا. نحن يعني ما انعكس ما يجري في الخارج على الداخل بالإنسان. بعد ما جرى شيء بالخارج ينعكس شيء جوهر، لكن الكل التقى، الكل قعد مع بعض، التقى شيء يعني التقى الحوثي والسعودي، بس بعد ما اتفقوا ما اعلنوا عن اتفاق بحل الازمه في اليمن. التقى عم يلتقي او في مفاوضات غير مباشره بين الامريكي والايراني، بس ما بعد ما وصلوا لاتفاق نووي مثلا، وصلوا لاتفاق صغير على تبادل الاسرى. ونحن اتفقنا من اول الحلقه انه نحن بدنا نقرا اللي قدامنا، المشهد اللي قدامنا، المشهد اللي قدامنا هي التصريحات اللي طلعت او ما نقل عن هذه القوى اللي لها علاقه بتتعاطى بشان اللبناني. هذه التصريحات انا وانت عم نحاول نحطها بين ايدين اللبنانيين ونربط الامور ببعضها. هذا لا يعني انه نحن حكما رايحين على انهاء الشغور الرئاسي بتشرين، انا ما قلت هيك. بالنسبه لدعوه الرئيس بري بايلول، الرئيس بري كان واضح ب 31 اب بذكرى تغييب الامام موسى الصدر، لما قال هو المسألة للقوى اللبنانية والإعلاميين اللبنانيين وأيضا الجمهور اللبناني اللي بيحكي عن السيادة والحرية وعن استقلالية القرار، وبيحكوا عن لبننة الاستحقاق الرئاسي. المبادرة الرئيس نبيه بري هي مبادرة لبنانية 100%. في مبادرة كانت خارجية دعم اليوم، دعم عربي، بدعم بغض النظر، بس هي منشأة لبناني. صحيح. عملها رئيس مجلس النواب اللبناني اللي بيمثل بالمجلس، يعني هو يرأس مجلس يمثل كل القوى أو غالبية القوى الأساسية اللبنانية، وأخذ بعين الاعتبار هواجس هذا الطرف وهذا الطرف، حتى اللي عم بيأشكلوا على إدارة حوار. الرئيس نبيه بري في طرف بالبلد هو من ضمن هذا الطرف يدعو إلى الحوار قبل الانتخابات، وفي طرف آخر بده جلسات مفتوحة، فعمل حوار يعني عمل حوار محدود جايك، عمل حوار محدود بالوقت بسبعة أيام. صحيح. غير مشروط ونتائجه لا تؤثر على فتح جلسات أو جلسة بدورات متتالية. فإذا بدك مسك العصا من النصف مثل العادة، لما يكون في استحقاق وطني بياخذ بالاعتبار هواجس الجميع. فكل من يريد لبننة الاستحقاق وكل من يريد فعلا عدم تدخلات خارجية يتفضل على الحوار من أجل أنك تطمئن هذا الفريق. صحيح هو فريق قوي الثنائي وعلى رأسه يعني ما يمثل المقاومة قوي خارجيا، ولكن هو قوي بوجه العدو الإسرائيلي، سلاحه موجه إلى تلك الجهة وتلك الجبهة. هو بالداخل عم يتعاطى كطرف سياسي، في هذا الطرف السياسي رغم قوته الشعبية وحاضنته وبيئته، ولكن بالآخر هو ضمن هذه التركيبة عم بيقول تعالوا نحكي مع بعض لنطمن بعض، مش طالب معجزات. لازال دعوة الرئيس بري بنفس الحماس موجهة وبنفس التفاؤل رغم معارضة القوى المسيحية والرافضة لدعوتها لحوار، ويعني لا سيما موضوع انه حاصرة بموضوع الملف الرئاسي فقط، وهن عندهم يعني
أخرى، يعني هواجس أخرى بدهم يعالجوها من خلال هذا الحوار. الرئيس نبيه بري كما كان ما زال هو ضمانة لكل القوى السياسية، برغم هذه الأصوات النشاز اللي عم نسمعها وبالإذن قلة الأدب السياسي من بعض الشخصيات والقوى. رئيس بري يترفع عن الرد أصلاً عن هالموضوع وفتح أي اشتباك سياسي، لأنه البلد أول شيء ما بيحمل، ثاني شيء كلنا بحاجة إلى تلاقي، وكلنا بحاجة لنبرد الأجواء لنفهم على بعض ونبرد دروسنا شوي. فالرئيس بري لن يكل ولن يمل بموضوع الدعوة إلى الحوار، بعده بنفس الحماسة نعم، بعده بنفس الاندفاع نعم. الكرة في ملعب القوى اللبنانية اليوم، وافق الفرنسي أو لم يوافق، وافق الأمريكي أو لم يوافق، وافق السعودي أو لم يوافق، وباقي القوى الخارجية يتفضلوا القوى المسيحية اللي هني رافضين تجي على الحوار، هذا الحوار يعقد. وافقت الدول الخمس أو لم توافق، أعجب إيران أو لم يعجب إيران على سبيل المثال، منروح على حوار ومنروح على جلسات ومنتخب رئيس جمهورية. هل أدي الأمور يمكن، ما زال يعول اليوم هل أدي الأمور على إقناع يمكن المعارضة؟ بس أنت سألت سؤال تاني أساس، مسألة المعارضة المسيحية أو القوى المسيحية، لليوم التيار الوطني الحر ما أعطى موقف هل أدي معارض للحوار، هو لليوم عم بيعطي مثل بيقولوا إشر بالبور وإشر بالفلاح، ناطر يمكن أجواء، ما أعلن رفض للحوار، مش مثل القوات اللبنانية. القوات اللبنانية أعلنت رفض واضح، صح مبارح رئيس القوات كان عالي السقف صحيح بمسألة الحوار. هلأ برجع بقول لك، رغم الشهوة والتهدئة بس معود على الصدام أكيد ما بينسبوا الحوار، يعني لا حدا عم يرفض الحوار. حتى رئيس كتائب كمان كان يعني واضح مع بخلال لقائه مع جون إيف لودريان، رفضوا كمان يعني، وأنه القوى الممانعة تفرض عليهم مرشح، ولا زال نفس المواقف. عم بيناقضوا حالهم، عم بيناقضوا حالهم قدام جمهورهم، كيف عم يفرضوا عليك مرشح وعم بيقولوا لك تعا أنت خليك متمسك بمرشحك، ونحن إذا بقينا مسكين بمرشحنا لا إلنا عليك ولا إلك علينا، منروح على الجلسة وجيب، وأنت عم تقول الزعور عنده 59 وقادر تجيب له بسهولة 65، ما بيحمل يعني عندهم اقتراحات ربما الاتجاه إلى خيار آخر، خيار ثالث منهن، لا جهاد أزعور ولا لا هن مسكين، ما بعدنا عم بقولوا مسكين بجهاد أزعور. ليه هذه الفكرة أنه هن بدهم الطرف الآخر يتخلى عن مرشحه؟ أنت قدم مرشحك، شو بدك بغيرك؟ جيب لنا مرشح. انت عم تقول جهاد أزعور انه هو بعده يحظى بهذا التقاطع اللي جاب 59 صوت، طب عال انت متقدم على فرنجي بثمان اصوات، انت بدك 6 اصوات هلا بتعمل رئيس جمهوريه، ما بيستاهل، ما صرنا قداش بالفراغ رح يصيروا سنه بعد شوي، ما بيستاهل تقعد 7 ايام. متى سيتم الحوار اليوم؟ ما بيقعد، ما بيستاهل، ما بيقعد، ما اذا عنده القدره يوصل جهاد أزعور مثل ما عم بيقول لنا بجلسات مفتوحه دغري، وليش خايف من الحوار؟ لانه شايفين ما في نتيجه اذا الثنائي يعني متمسك بسليمان فرنجي، وهن المعارضه بدهم جهاد أزعور، يعني كل واحد كل طرف حيضل متمسك بخياره ما انت عم تقلي روح على الجلسه. النقاط اليوم اللي بتجمعهم كيف نلاقي نقاط تجمعنا اذا ما قعدنا وحكينا؟ ما انت عم تقلي تعال نروح على جلسه دغري بلا ما نحكي، انا عم اقول لك تعال نحكي، بلكي انا عدت بجهاد أزعور، بلكي انا فرنجي بجهاد أزعور وانسحب سليمان فرنجي، بلكي أنا على الرئيس بري بجهاد أزعور أو بطرف ثالث وصار في توافق عليه، بلكي اقتنعوا الكل بقائد الجيش، ما عم بيقولوا انتوا نحكي الطرف هني عم بيقولوا لا دغري منروح على جلسات بهذا الواقع اللي موجود. شو تغير من 14 حزيران لليوم؟ ولا شيء، هني اللي عم بيقولوا هيك، هني اللي عم يتناقضوا، هني اللي عم يناقضوا حالهم قدام جمهورهم. في حدا عم بيقول لك 14 حزيران أفرزت واقع، لا أنت قادر تجيب 65 ولا أنا قادر أجيب 65، مش هيك؟ طيب شو الحل؟ انت عم تقول تعال انت تخلى عن مرشحك وانا بتخلى عن مرشحي، انت تخلى اصطفل. انت عندك المتاجره بالاسماء سهل، نحن عندنا مش هيك، عم بيقولوا من الطرف الاخر نحن عندنا قناعه بهذا المرشح من اول يوم، ما كانش هذا الترشح انفعالي ولا كان هذا الدعم عاطفي، بس هو دعم مبني على رؤيه واضحه لواقع لبنان بالست سنوات القادمه، بالمتغيرات اللي عم تصير بالمنطقه وبالعالم، وبالتالي هذا الشخص اللي اسمه سليمان فرنجي يمثل وجهة نظرنا لهذه العناوين. انت حضرتك ليش بدك اياه تخلى عنه مسبقا؟ اذا انت مش مقتنع فيه جيب مرشح ضلك متمسك فيه وتعال نحكي، اقنعني، بلكي اقنعتني، بلكي اقتنعت معك انه مزبوط، لا عناوين المرحله مش مثل مش مش مثل ما انتم مفكرين الثنائي وحلفائكم. بظل اصرار اليوم اذا عفوا انا عم بحكي حكي حقيقي، وها حكي عقلاء وها حكي عم بيقولوا الثنائي، عم بيقولوا السيد حسن نصر الله وعم بيقولوا رئيس نبيه بري
وعم بيقولوا سليمان فرنجي ما حفظ الألقاب، وعم بيقولوا كل هذا الفريق. تعال نقعد، هل في عاقل بهذا الزمن بهذا الواقع اللي عايشينه بيرفض نتحاور؟ وعم نقول رئيس بري عم بيقول لهم، حتى راح البعض يعني خلال زيارة النائب محمد رعد إلى رئيس تيار المرضى بالبداية وقت جولة الأخيرة يعني الأدريان أنه راح يبلغ أنه يبطل أنت مرشحنا، بظل يعني المعلومات اللي تنقلوها بجولته الأخيرة. هي مش معلومات، هي مش معلومات، أنه خلينا نروح كخيار وسطي بخيار ثالث بمرشح ثالث. هذه أمنيات مش معلومات، وهذه أمنيات معيبة. أول شيء لا سليمان فرنجي بيقبل أنه يبلغ بهذه الطريقة، ولا الحزب بيسمح لنفسه يتعامل مع حليفه الاستراتيجي والتاريخي بهذه الطريقة. سليمان فرنجي له احترامه وله مكانته وله دوره وله حضوره، ومش مثل ما قلت قبل شوي دعم ترشيح فرنجي منه مسألة انفعالية. وأيضا فرنجي طارح حاله مش انفعالا ليجي والله يطلع كم واحد بالإعلام أنه بيشتغلوا على الوتر الحساس، يعني أنه بيحاولوا يحرجوه لسليمان فرنجي، أنه هلأ العقدة يعني الحركة والحزب محرجين بفرنجية بدون إياها تطلع منه، وكأنه الاتجاه أنه خيار قائد الجيش دايماً عم ينحط مقابل. لا لا، هيدي الفكرة كأنه هلأ سليمان فرنجية عامل إحراج للرئيس بري وسيد حسن، وهن مستحيين يقولوا له انسحب، فهو بس يقول له بينسحب بيمشي الحال. هودي يعني، او هن اذا هن مصدقين هيك كارثه انه المعركه بتندار بهي الطريقه. لما يطلع سيد حسن نصر الله يقول صح الدستور مهم، بس بلبنان مش مهم الدستور، بلبنان الدستور منيو، كل واحد بياخذ اللي بده اياه منه، بس بده بصير دستوري وبس بده الدستور بصير ورا ظهره. بيقول الضمانه بالشخص لما يقول هاي الكلمه وعن تجربه. فاذا ترشيح او دعم ترشيح سليمان فرنجيه مساله ثابته، وهذا حق، منه تهديد لحدا ومنه فرض على حدا. ما انت جيت تقول انه نحن عملنا تقاطع، يعني مثلا شو بيجمع جبران بصير وسمير جعجع؟ شو بيجمع عن هاد التركيبه والخلطه اللي كله هدفها اسقاط سليمان فرنجي؟ انتم بحق لكم تعملوا هالكلهم، وهالفريق ما بحق له يدعمه؟ يعني باي منطق؟ بظل هذا الاصرار اليوم من المعارضه ورفضه للحوار، هل سيستمر او سيسير الرئيس بري بدعوه الى الحوار بمن حضر؟ وهل هو سيرأس جلسة الحوار أم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب؟ بمسألة يمكن بده يبلش جولاته أو موفد من الرئيس بري الياس بوصعب على المعارضين والمستقلين. بمسألة الحضور الرئيس بري مصر إلى اليوم، عم بيقول بعد في وقت، ومش بس يرغب ويتمنى ويريد إنه كل القوى تشارك بهذا الحوار. إذا ما في مسيحيين أكيد، يعني إذا القوات والتيار ما شاركوا بعتقد ما بتصير جلسة، هذا رأي شخصي. وفي حال التيار لأنه مش رح يقعدوا اقتنع من حزب الله بالمشاركة، هلا إذا شاركت يبقى الكتائب والقوات. إذا شارك التيار هل بيدعو الرئيس بري بغياب القوات والكتائب؟ ها بتصير ما بعرف، يعني أنا يعني السؤال وجه للرئيس وجاوب إنه خلينا ننطر، نحن بهمنا بعد في وقت، وبهمنا الكل يشاركوا لأنه المرحلة حساسة والمرحلة خطيرة، ولازم الكل يكون موجودين لينكون الحوار منتج. ونقعد تكون الدعوه يعني بالتنسيق مع المبادره يعني الفرنسيه مع الجانب الفرنسي. واضح هذا كلام لودريان، الدعوه النهائيه ها كلام علني، يعني بمن حضر تنقول رايحين على الحوار. برجع بقول كلام سالتي عن موقف الرئيس بري، صحيح موقف الرئيس نبيه بري بعد في وقت، خلينا ننطر شو بده يصدر عن الخماسيه. هلا بالاخر بعده كلام كواليس، بكره لما يجي لودريان بده يقعد، اذا بده يقعد مع القوى بده يبلغهم شو اللي صار. وهلا كل فريق بتواصله او مع السعودي او مع الفرنسي او كمان بياخذ جو معين، وبطبيعه الحال كل القوى بتنسق مع حلفائها، يمكن يغيروا رايهم بكره، يمكن بعضهم شايفينه كمان طرف يعني. اليوم الرئيس بري بيعتبروه انه ليدير هو جلسه الحوار وهو طرف، يعني مين في هو بلبنان؟ من يدعم المرشح سليمان فرنجي؟ مين في بلبنان مش طرف؟ تسمي لي شي قوة سياسية مش طرف، لكن هو اليوم كرئيس مجلس النواب مين بيدير الحوار؟ بده يدير الجلسة، مين بيدير الحوار؟ مين بيدير الحوار؟ إذا في سلطة وحيدة شرعية اليوم كاملة الأوصاف اسمها مجلس النواب، لأنه في رئيس جمهورية، في فراغ برئاس الجمهورية، ولأنه حكومة مستقيلة أو تصريف أعمال، مين عنده القدرة بالدستور عم بحكي انه يدعي كل اللبنانيين، وهن عم بيدعي كتل نيابيه ممثله بالمجلس؟ نعم. مين عنده القدره غيره؟ ومين غيره من القوى السياسيه؟ مش ما انتوا عم تقولوا فرنسا طرف بدها فرنجيه،
وعم تقولوا السعوديه طرف بدها جوزيف عون محافظ الالقاب للكل، وعم تقولوا امريكا بدها جوزيف عون، طب مين بدها جوزيف عون؟ مين بدكم؟ مين بده يدير الحوار؟ فاذا ما يميز الرئيس بري عن باقي القوى كلها انه عنده هذه الصفه الممثله للجميع، هو رئيس السلطه التشريعيه بالبلد وعنده القدره انه يدير هذه الحوار، هذه رسميا. بس لا لحظه بس ما حدا يزيد على الرئيس بري، بال 2006 كان طرف وادار حوار، وقبل 2006 كان طرف وادار الحوار، وبال 2008 كان طرف اساسي، كان راس حربه 8 اذار، ووقت قبل ما يدعي الى الدوحه هو حط جدول اصلا، عمل دعوه للحوار، وبيقول الرئيس بري متحسرا متالما انه نفس العناوين اللي حطيته ودعيت الى للحوار ما كانوا يروحوا عليها، ووصلت لاول مره يمكن بتاريخ لبنان الحديث السياسي انه كانوا ما يحكوا مع بعض، يعني كان اذا التقى الرئيس بري او اي حدا تاني، يعني واحد من هالقوى من 8 اذار واحد حتى ما يسلموا على بعض. بيقول للاسف سلمنا على بعض بالطياره، بس قطر دعت الى الحوار نفس اللي انا دعت عليهم ما اجوا لعندي، واستعمل العباره المثل الشهير الكنيسه القريبه ما بتشفي. هلا بدهم كمان ممكن مثلا من ضمن حتى المبادره الفرنسيه اليوم مرضيتهم تنقول الحوار، ما هي بعدها داخليه الرئيس بري، لانه هن الفرنسي حتى معتقد. اليوم باشراف الدوله الفرنسيه، مين اللي عم بيعطل؟ مين عم بيقوس على المبادره الفرنسيه؟ مين عم بيقوس على المبادره الفرنسيه؟ مين عم بيقوس على المبادره الفرنسيه؟ المعارضه. تمام، لو كانت المبادره سعوديه كانوا عملوا هيك؟ انت مش رح تجاوبيني لانك صحفيه، بس انا عم بسال اللبنانيين، لو كان اللي عم بيعمل هذه الجولات وهذه، هل السعودية اليوم ضد الحوار؟ لا لا لا، ضد دعوة الرئيس بري للحوار؟ لو كانت هي تقود هذه المبادرة، إذا إجا هلأ السفير البخاري عمل دعوة إلى الحوار أو أيد مبادرة الرئيس بري علنا مثل ما أيدها جان إيف لودريان، كانوا بيعترضوا بقية القوى بهذا السقف؟ أو كان هوكشتاين مثلا هو اللي عم بيكون؟ اللبنانيين بيعرفوا وجمهور هذه القوى بيعرف انه هن هلا مستضعفين الفرنسي، معتبرينه قريب من 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 وجهه نظر الثنائي. بالنسبه لانه الرئيس بري طرف، صح يمكن الوحيد يمكن بلبنان اليوم اللي بيقدر يلعب دور الطرف المتطرف لرايه ووجهه نظره، وهذا حقه الطبيعي، وبيقدر يلعب دور الحكم والمنصف بنفس الوقت. وبهذه المساله مجلس النواب خير شاهد على هيك، بكل الجلسات الرئيس نبيه بري ولا مرة أدار الجلسات بطريقة أنه والله أنا عندي موقف سياسي من هذا الطرف أو ذاك. هل كان اللقاء إيجابي اللي جمع جون إيف لودريان بإدارة سفير بخاري بحضور مشاركة نواب السنة؟ ما صدر عنه إلا كل إيجابية، هلا كل اللي لما إجا كمان طلع كثير حكي أنه أول ما إجا لودريان على لبنان والتقى الرئيس بري كان جو شيء، ولما خلص اللقاء مع السفير البخاري ونواب السنة ورجع، يعني اللقاء الثاني كان جو آخر. كل اللي قاله لودريان يعني حصيله هالمشاورات الاخيره الجوله الثالثه، وبعد اللقاء بين السفير البخاري والنواب السنه باداره السفير البخاري بروح بحضر لودريان، قال له للرئيس بري، نقل له انه في حساسيه من كلمه حوار، اذا يمكن اذا في مجال تخيلي ويتخيلوا المشاهدين قديش في، اكيد مش لا قصدي لا عن لودريان ولا قصدي عن البخاري احسن ما حدا يعملنا هلا قصه، قصدي عن بعض الافرقاء اللبنانيين بهالازمه اللي احنا عايشينها، عم يغيروا حتى كلمه حتى الحوار، انه بده كانه فيها انه اذا مشت كلمه حوار كانه انتصرت اراده، بيأدوا لنفس النتيجه نفس الطريقه. عم قال له اذا ممكن استبدال الحوار بتشاور او نقاش، قام ضحك الرئيس بري قال له لودريان، قال له هي بدي يقولوا تشاور يقولوا، انا بدي اقول حوار. القصد يقول الرئيس بري انه شو هالمعضله، يعني انه شو هالمشكله، انه شو هالازمه، اذا كان بالاخر رح نقعد على طاوله، ان كان اسمها حوار وان كان اسمها نقاش وان كان اسمها تشاور، الهدف نقعد نحكي مع بعض، نكسر هذه الحواجز ونقرب من بعض. هذا البلد بايام السلم ما بيحمل صدام. شو الهواجس اليوم لدى المملكه العربيه السعوديه بموضوع دعوه الحوار للرئيس بري؟ والبعض ربطها انه ممكن تكون ناقض اتفاق الطائف اللي متمسك فيها اليوم، متمسكي السعوديه باتفاق الطائف ببنود اتفاق الطائف كما هي. الرئيس بري متمسك بالطائف اكثر من السعوديه. يمكن أكثر طرف سياسي لبناني بيحكي عن الطائف ومتمسك بالطائف ويلام على هذا التمسك باتفاق الطائف هو الرئيس نبيه بري. فهل الدعوة إلى الحوار بتناقض الطائف أو خوف على الطائف؟ في شغلة واحدة نقلت ما تم تأكيدها، أنه المملكة العربية السعودية كانت رافضة فكرة قبل الحوار الشامل واللي ما إله سقف زمني
واللي ما له جدول اعمال حتى ما نبلش بحوار نوصل الى تغيير بالطائف او تعديل بالنظام. كرمال هيك حصر بموضوع هذه وجهه نظر وجيهه انه اذا ايه اوكي اذا بيقعدوا اللبنانيين بصير كانه مؤتمر تاسيسي حق السعوديه ساعتها تخاف. ولكن لما يكون محصور بالوقت ومحصور بجدول اعمال فقط وحيد له علاقه برئاسه الجمهوريه فلا المملكه السعوديه من قال المملكه السعوديه متوجسه من الحوار؟ ومن قال انه المملكه العربيه السعوديه ضد الحوار؟ هؤلاء اللي عم ينقلوا هذه المواقف لم يسمع لا الرئيس نبيه بري ولا احد يعني الحلفاء من المملكه العربيه السعوديه انه ضد الحوار. في قوى لبنانيه بدها ترفض الحوار باي طريقه، طلع معهم هلا انه الحوار مش منصوص عليه بالدستور. بس منصوص بالدستور انك تطلع تعمل الخطاب اللي عملته الاحد من ثلاث اربع يعني من اسبوعين. هذا دستوري. الحكي التحريضي والتذكير نبش قبور الماضي مع انه ما بيساعده هالموضوع. والاتهام ويعني ومحاولة توتير الأجواء وبناء إذا بدك حواجز من جديد بين اللبنانيين ها مسموح؟ هذا دستوري، هي من روح الدستور. الطائف استحضار لغة الحرب اللي إجت الطائف لينهيها هذا يساعد، هذا من ضمن يعني إذا الحوار يناقض أو الحوار مش منصوص عليه بالدستور أو بالطائف بس خطابك اللي عم تعمله منصوص عليه يساعد يعني ولا بيرجعنا لما قبل الطائف؟ ما في. برجع بقول مثل ما قاله الرئيس بري من كم يوم بتصريح لقناة المنار، فليتقوا الله أول شيء بهالبلد وبهؤلاء المواطنين وبهذه المنطقة اللي ما حدا عارف شو لوين رايحة. نتيجة هذه الأزمات اللي عم نعيشها ونتيجة الالتهاء إذا بدك بالنقاش السياسي اللي له علاقة بالحوار ولا نقاش ولا تشاور، عم بفوت آلاف السوريين يوميا إلى لبنان، عم يغرق لبنان بمزيد من النازحين. سمعنا امبارح الملك الأردني لأول مرة يدق ناقوس الخطر، بقول الأردن المملكة الأردنية لم تعد قادرة نزوح الفلسطيني والنزوح السوري أيضا وطالب تحديدا بالسوري وطالب بحل دولي لهذه المسألة. فإذا في كتير أمور أكبر بس عن جد، أخيرة بدي أنهي بهذا بس هذه الجملة، في أمور بتهدد الكيان اللبناني مثل ما قال له دريان بال 2020 قال لبنان مهدد بالزوال. هل قد المسألة خطيرة؟ خلينا نروح ننتخب رئيس الجمهورية وبالحوار هدفه برجع بقول نحكي مع بعض نكسر نقطة أخيرة بملف دعوة الحوار، حتى يعني حكينا عن موضوع استبدال كلمة حوار بتشاور، أيضا نحكي على اللغط اللي صار بين دعوته بجلسات مفتوحة وجلسات متتالية كمان، حتى نعمل منها قصة هيدا وصار يروحوا لتفسير أنه الرئيس دعا لجلسة حوار ومن ثم نروح لجلسات متتالية. البعض بده مفتوح حتى انتخاب الرئيس. سامع بهذا المثل عنزوا لو طارت؟ هن بدهم عنزوا لو طارت. قال لهم بالأول بذكرى ب 31 آب قال حوار لسبعة أيام بعده جلسات مفتوحة ومتتالية حتى انتخاب رئيس الجمهورية وبغض النظر عن نتيجة الحوار. طلعوا بهذه التأويلات، شيء قال متتالية ما قال مفتوحة، رجع ردوا عليه يا عم لا ما طلعوا له الشريط قال متتالية ومفتوحة، قام طلع قال قال جلسات ما قالش دورات. طيب آخر تنن بالمقال باللواء عن دولة الرئيس صحيح اللي كتبناه عندك، ما هو أصلا زهق قد ما وضح الرئيس بر قال لهم على طريقة البابا، قال بشكل طريقة البابا، قال جلسة يعني افتتاح جلسة بدورات متتالية وما بنطلع إلا لننتخب رئيس الجمهورية. وهو في أوضح من هيك؟ شو بعد طلع على حدا تاني طلع قال إيه حتى بانتخابك التفاصيل هذا العنزة ولو طارت، قال إنه أحد الصحفيين المرموقين يعني رجع قال ايه بس ما بانتخابات البابا مرة تطلع دخنة سوداء ومرة تطلع دخنة بيضاء. شو المطلوب يعمل بعد؟ يعني ما المطلوب بعد حتى يقتنع اللبنانيون بانه هناك خطر حقيقي يداهم لبنان واللبنانيين وبكفي التهاء بهذه التفاصيل والقشور؟ احنا حننهي هون بعد الفاصل، بدنا نتوقف مع فاصل علينا ونعود لمتابعة حلقتنا. مشاهدينا فاصل ونعود. مشاهدينا اهلا بكم من جديد ونعود لمتابعه حلقتنا مع أستاذ حسن الدره، اهلا وسهلا فيك مره جديده. اليوم الجمعيه العموميه للامم المتحده منعقده، وكمان من بين الملفات الملف اللي هو شاغل بال الدول فينا نقول اكثر من لبنان الدول العربيه الدول الاوروبيه النازحين السوريين. ولبنان ما بقى في يحمل بظل الازمه اللي عم بيعيشها اليوم سياسيا واقتصاديا،
شفنا صرخات بالأوان الأخيرة من الأوروبيين، إيطاليا، ألمانيا، الكل اليوم عم بيشدد على لجم هذا النزوح الغير الشرعي. ده شو مأزيين من النزوح غير الشرعي؟ ما هني لو في قوى لبنانية حقيقية بهمها مصلحة البلد، ما هلا عم بيشتغلوا هني حرس حدود لأوروبا بلبنان، لا خليهن يذوقوا لهؤلاء اللي هن تآمروا على سوريا. هذه الدول التي بالأساس تآمرت على سوريا وساهمت بتخريب سوريا وبتدمير سوريا وساهمت اليوم بتجويع سوريا وما زالت تساهم بتجويع سوريا، خليها تتفضل هي تحمل مسؤولية، وخليهم يتفضلوا هن يذوقوا ما يمكن أن يعاني. شو بيقدر لبنان يعني هلأ كم مليون مثلا بألمانيا، عدد سكان ألمانيا، تقدر ألمانيا تحمل نص شعبها قد نص شعبها؟ ما نحن بيقولوا لبنان 4 مليون، عند أزمة الأوكرانيين كمان. يعني الفكرة اللي عم بقولها أنه شو ممكن يتحمل لبنان بعد إذا عدد سكانه 4-5 مليون، صار الأرقام شبه الرسمية 1.5 مليون، شو بيقول هذا غير إذا اللي عم بيحصون، برجع بقول لك يوميا عم بيجي سوريين، وإذا بدي أخذ كلام قائد، وأكيد لازم أخذ كلام قائد الجيش لأنه هو يمثل الجيش الذي نثق به ونثق بمعلوماته، لما قائد الجيش بيقول انه هذا اول شيء تهديد وجودي، وثاني شيء بيذكر، وهذا كلهم شفناهم يعني مصورين، النازحون الجدد بغالبيتهم من الشباب اعمارهم من 25 و30 سنه، وما بدي احكي على الهواء. مش تحمل المسؤوليه اليوم فقط الى لبنان كانه هو عم يفتح باب النزوح السوري، يعني عبر مرافقه عم بتكون من سوريا الى لبنان وقبرص، يعني في الموضوع لا قصدك بين لبنان وسوريا؟ نعم. الجيش اللبناني، ما قال قائد الجيش بده 40,000 عنصر ليقدر يسكر الحدود، يضبط الحدود، وما في عنده منهم يمكن 8,000 او 6,000، هذا كلام قائد الجيش بمجلس الوزراء. لبنان اليوم ما عنده القدره على ضبط الحدود، وبالمقابل رايح عم رجع بيقول لك عم بيضبط الحدود البحريه. ليش بحق لرجب طيب اردوغان لما صار في فائض نازحين وصارت اوروبا بتعامل معه بالطريقه اللي عم تعامل معنا فيها اليوم، بس باقل من هيك بكثير، فتح البحر لاجوا لعنده تحشموه ليسكر البحر، لراحوا نظموا النزوح السوري واعطوه مساعدات تفوق بكثير الانفاق اللي عم تعمله تركيا على النازحين. اليوم بيقولوا انه لبنان واصله 15 يوم مليار، يوم يتحمل لبنان دون مساعدات يعني، وقالوا نفقات عم تكون فقط الى النازح السوري اللي عم اللي صارفهم لبنان على من بنى تحتيه، من كهرباء، من مي، من اليوم انا عم بحكي عن يعني احد الاصدقاء مسؤول باحد الاجهزه الامنيه اللبنانيه، وهودي وقائع. اليوم ما حدا بيسترجي يوقف سوري حتى لو عليه مخالفه، بتقوم القيامه من الان جي اوز ومن بعد شوي سفرات بدقوا في حمايه مشبوهه لهذا مخالف، هو ضيف في لبنان وهو يعاني في لبنان. مسؤوليه الحكومه اللبنانيه، أي حكومة؟ اليوم الرئيس مياتي كمان عم بيشارك، يعني موقف وزير الخارجيه ايضا اللبناني ما شاء الله، يعني يغزي العين عنهم مواقفهم باتجاه الحكومات الغربيه، يعني بتبيض الوجه. ياخذوا موقف حقيقي، سمعنا الوزير شرف الدين اخذ موقف مشرف قال افتحوا البحر، سمعنا الوزير مرتضى قال نفس الكلمه، أو قد نوصل لهون. بالآخر هذا البلد ما عاد عنده القدرة على استيعاب هذا الكم من بغض النظر هن سوريين ولا فلسطين، حتى لبنانيين. بالآخر ملك الأردن أيضا تحدث عن هذا الموضوع بالأمس، حتى الأردن ما عنده القدرة. قديش حجم النازحين السوريين؟ قديش حجم النازحين السوريين بالأردن قياسا بلبنان؟ وهونيك منظمين وشفناهم بمخيمات مضبوطة ومحدودة، مش مثل بلبنان منتشرين بكل البقاع، كل يعني المناطق اللبنانية. فالمسألة مسألة عن جد وجودية، المسألة عن جد بتهدد الامن الاجتماعي حتى والنسيج اللبناني. يعني في قطاعات بلشت تعاني موضوع اليوم، القطاع التربوي ايضا بموضوع يعني لليوم ما في لليوم الطلاب السوريين مع لليوم ما في آلية للبنان. ابتسام، استاذ ابتسام، اليوم اللبناني اذا بروح على المستشفى في مشكله، ما بيقدر يعني لا ماديا ولا الادوات الطبيه بالمستشفيات وغيرها كافيه لمعالجه المرضى اللبنانيين، بينما النازح السوري مامن له من هذه الجمعيات ومن الامم المتحده القدره انه يدخل على المستشفى، مامن له القدره انه يدخل على المدرسه. اللبناني النازح السوري اليوم مامن له من الخدمات ما يعجز لبنان عن تامينها لشعبه،
كل اللي عم بيقولوا لبنان تفضلوا تعالوا نعمل او لازم على الاقل يقولون نعمل مخيمات على الحدود اللبنانيه السوريه او داخل الاراضي السوريه، والخدمات اللي عم تقدموا لهم اياهم بلبنان قدموا لهم اياهم بسوريا، قدموا لهم اياهم بمخيماتهم على الحدود. ببطلوا اصلا هن بفلوا لما يلاقوا انه بطل في عندهم المساعدات، هي عم المساعدات هي عم تبقيهم بلبنان، صار مصدر رزق، فينا يروح على سوريا، صار مصدر رزق اكثر من اللبنانيين. وانا يمكن هذا الكلام انا بحكيه بكل، وهذا كلام عنصري، معروف موقفنا من سوريا تحديدا، من الاخوه في سوريا، وهن عايشين بيناتنا وببيوتنا واهلنا واحبتنا، ولكن مصلحه يعني لا لمصلحه لبنان واللبنانيين ولا لمصلحه سوريا والسوريين انه يبقى الوضع على ما هو عليه. بالاخر يوما ما اذا بقي هذا التدفق واذا بقي هذا الازدحام رح يعلقوا اللبنانيين والسوريين ببعضهم. هل يتحمل او هل يرضى او هل يقبل يعني من يدعمهم؟ وحتى هن هؤلاء انه بكره مثل لليوم البعض القوى اللبنانيه بال75 بيقولوا الوجود الفلسطيني كان سبب الحرب الاهليه. هل في حدا بباله مثلا انه يكون هذا الوجود السوري بدايه او مؤشر او تحضير لحرب ايضا لبنانيه بحجه الوجود السوري في لبنان؟ فهي المساله كثير خطره، وهي ما بدها مجامله وما بدها مصايره وما بدها كفوف، بدنا نحكي الامور كما هي، لانه في مصلحه للبنان ولسوريا للبنانيين والسوريين بحل هذه الازمه. هل في خوف اليوم من الموضوع المخيمات الفلسطينيه اللي شفناها مواجهات صارت على مرحلتين وكانت طويله، وبالنهايه كان في له يد الرئيس بري بجمع القيادات الفلسطينيه لوقفه هذه الاشتباكات اللي امتدت يعني يمكن ربما على اسبوع، او البعض بيشوفها جمدت، لكن ممكن إذا بحال ما تم تسليم المطلوبين تتجدد ترجع مواجهة ثالثة؟ الفرق بين الهدنة أو الاتفاق أو التسوية اللي عملنا يعني اللي صارت بعين التينة، أول شيء الشروط وتعهد الأطراف بتطبيقها. مش تجميد اليوم للاشتباه، لا، في في تسوية أو اتفاق تم على مراحل، وبنود هذا الاتفاق امبارح سمعنا السيد عزام الاحمد عم بيحكي، نعم، وعم بيقول في لاخر الشهر مهله لتسليم المتورطين باغتيال العرموشي. فاذا منا تسويه تبويس لحى اللي انعملت، لا، عمل تسويه حقيقيه برعايه الرئيس نبيه بري بحضور ممثلين عن حركه فتح وممثلين عن حركه حماس. تسويه بالاساس تحفظ وتحقن الدم الفلسطيني وتحافظ على الامن اللبناني، وايضا تحمي القضيه الفلسطينيه وحق العوده. نعم، هناك علامة استفهام كبرى حول هؤلاء المتطرفين الموجودين في المخيم عين الحلوة، ويمكن بكرة يطلعونا بشي مخيم تاني مثل ما كانوا. كان في خوف أيضا، كانوا خلايا نائمة وطلعوا، في علامة استفهام على وجودهم، على دخولهم إلى لبنان وإلى المخيمات تحديدا، في علامة استفهام على تسليحهم، على كمية تسليحهم، على نوعية تسليحهم، على الجهة التي تحركهم، على التمويل الذي يصلهم. هل السؤال اليوم، هل هيدي يعني المواجهات اللي شفناها هي في إطار فقط يعني المواجهة فلسطينية أو هناك يد يعني خارجية؟ أنا قلت كأنه كل مجموعة يعني إلى أجندة خارجية تحركها. بعد الجولة الأولى اللي صارت بآب بنهاية تموز بداية آب، أنا كان عندي وجهة نظر وقلت على بإحدى المقابلات، كما اللي عم يصير بالضفة الغربية المشرف جدا، خلينا نشوف الفرق بين سلاح يستخدم رغم القلة في الضفة ورغم الحصار ورغم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، في ثورة جديدة، فورة مقاومة جديدة في فلسطين ترفع رأس كل مقاوم وكل وطني وكل شريف في هذا العالم. بالمقابل عم نشوف المخيمات عم نقتل بعضنا. شوف الفرق بين استخدام السلاح هون والحفاظ على القضية هون وبين استخدام السلاح لقتل القضية هون. أنا من اليوم الأول كان في وجهة نظر، كما أن المقاومة محور المقاومة استطاع أن يعيد إحياء المقاومة في الضفة الغربية بالمنطقة اللي كان يفكر الإسرائيلي أنه ضمنها، أنه على مدى 70 سنة من الصراع وبعد الاتفاق أوسلو وغيره، أنه هذه المنطقة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية خلاص صارت متأقلمة إذا بدك مع ما سمي بالسلام. كانت المقاومة بغزة بأكثرها، ولكن الصحوة التي تجددت في الضفة الغربية آلمت الإسرائيلي وآذت الإسرائيلي، واللي شفناه بعد سيف القدس نتذكر الكل، كمان التحركات اللي صارت، راح يصير حرب داخلية بين العرب واليهود حتى بعرب 48.
فهذا أذى الإسرائيلي وخلى السيد حسن نصر الله بصفته قائد في هذا المحور أو قائد هذا المحور يطلع يحكي دائما بكل خطاباته على الجبهة الداخلية الإسرائيلية المتضررة. كان في خوف حقيقي ومن بعده هذا الخوف قائم. لا مش بس مسألة فلسطيني فلسطيني، في أيدي خبيثة مخابراتية والعدو الإسرائيلي ليس بعيدا عن تحريك المجموعات الإرهابية اللي هو كان متحالف معه بسوريا، يريد البلبلة ويريد قطع الطريق على المقاومة ويريد أن يقول للمقاومة مثل ما أنت عم تدعمي مقاومة في الضفة نحن بنقدر نعمل تخريب على بيئة المقاومة إن كان بالجنوب وإن كان يمكن بمطارح أخرى إن شاء الله ما تصير. فالمسألة لا معقدة، هي على تقاطع أكيد فلسطيني فلسطيني له دور، بس لكن في تقاطع أقليمي وتقاطع دولي أيضا. كيف اليوم بتفسر اللقاءات اللي عم تصير بين إيران وواشنطن بموضوع تبادل الأسرى وأيضا الإفراج عن الأموال الإيرانية من المصارف الأمريكية؟ نتمنى قديش ممكن تنعكس هيدا الأجواء اليوم على لبنان؟ بالتجربة بتنعكس، وبالدليل ب 2015 توقع الاتفاق النووي، ب 2016 انتخب الرئيس ميشيل عون، واللي بيقول غير هيك بكون عم بضحك على اللبنانيين. يعني هلا بلشوا يقولوها، قبل كانوا يقولوا اتفاق لبناني مش مزبوط. هذا الاتفاق اللي توقع الاتفاق النووي الإيراني الأمريكي ب 2015 هو الذي جعل أو الذي سمح بوصول الرئيس ميشيل عون أو بوقت الجنرال عون إلى رئاسة الجمهورية. فحتما أي تقارب من هذا النوع بهذا الحجم، عم تحكي دولة بحجم أمريكا بالعالم ودولة بحجم أمريكا بالمنطقة واثنيناتهم هالقد مؤثرين في لبنان، ما حلفاء إيران بيقولوا أمريكا حاكم البلد وحلفاء أمريكا بيقولوا إيران حاكم البلد. حتما أي تقارب وأي تفاهم كل ما كان كبيرا كل ما كان انعكاسه على لبنان كبيرا أيضا. بس أنا هون نصيحة إنه هود دائما بجيب لك أصحاب الرؤوس الحامية في لبنان يشوفوا، يعني ما إيران بالنسبة لأمريكا قائد محور الشر وأمريكا بالنسبة لإيران الشيطان الأكبر، ولكن هذا ما بيلغي إنه في إمكانية لحل ملفات وللتفاهم وللتفاوض وللحوار وإن كان لأنه في عداء. هل أنت متفائل ولا اليوم؟ لأنه بس عفوا لأنه بين إيران وأمريكا في عداء، في حالة عداء عم يتحاوروا عبر طرف ثالث. نحن لبنانيون بين بعضنا عايشين بين بعض متداخلين هالقد، مصيرنا واحد ومسار الحل لنا واحد ومسار الحرب علينا واحد. في بعض رافضين يتحاوروا قبلانين أو بيباركوا حوار سعودي إيراني وبيباركوا حوار أمريكي إيراني، بس بيرفضوا حوار لبناني لبناني. هل حضرتك متفائل بانتخاب رئيس قريباً؟ لازم دايماً نتفائل، لازم دايماً نضل، يعني شو بقولوا ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. التفاؤل هبة من الله، ولكن بدن القوى اللبنانية تتشرف. شو بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شاف أحد المسلمين عم بيدعي لربنا يشفي أحد النوق اللي عنده، قال له إنه لا يضر مع قليل من القطران. كان في عنده جرب أو شيء، إنه دعاء منيح بس بدك دواء حده. صحيح. وكمان إذا بنتأمل ونتفائل وبدون خطوات عملية ما بيمشي الحال. صحيح. يعني التعويل اليوم على مبادرة الرئيس بري وعلى الجلوس يعني اللبناني مع بعضهم. التعويل على لبنانية على أن يتقوا الله في وطنهم وفي مواطنيهم. شكرا لمشاركتك معنا بهذه الحلقة أستاذ حسن الدر الكاتب السياسي، شكرا لمشاركتك. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.